نهني اللاعبين على المجهود، المباراة ما كانتش سهلة خاصة بعد توالي المباريات، كان بعض العياء كنظن بأن عرفنا كيفاش نجاري الجولة الأولى، الجولة الثانية جاونا فرص ضيعناهم، ولكن الحمد لله أننا سجلنا جوج ديال الأهداف اللي خلاونا رغم أن فرق حسن جديد جاتو فرص في الأخير ولكن ما استغلاش. بالتالي انتصار مهم جدا بالنسبة لنا خارج الملعب، تخلينا في المراكز المتقدمة، هذا كله تخلينا فرحانين على المسار ديالنا. ندوزو الأسئلة ديال الإخوان الصحفيين، تفضل السي أحمد. سي جمال، باش نقول في التنافس على إحدى المراتب الأولى من أجل المنافسة على إحدى المنافسات القارية. بالنسبة لنا عندنا ثلاثة مباريات كنا دايرين في الجدول ديالنا، ثلاثة مباريات اللي غنخوضو نبحثو على أننا نحققو في سبعة النقاط، الحمد لله خدينا ثلاثة نقاط مهمة بزاف ضد التجديدة لأن في الملعب ديالهم وخارج الملعب ديالنا، تنعرفو بأن الحسن الجديدي كان تيطمح أنه يحقق النقاط، وبالتالي هاد ثلاثة نقاط غتعطينا واحد الدفعة معنوية كبيرة، تنتمناو أن المنافسين يضيعوا النقاط، لأن واخا حنا ننتصروا ولا المنافسين ننتصروا فهما اللي عندهم أسبقية، بالتالي باقيين غنخوضوا جوج ديال المباريات في الملعب ديالنا، عندنا أفضلية، نتمناو أننا نستغلوها إن شاء الله ونتقدموا في الترتيب. السؤال الثاني، السي جمال، جمال السلامي، شفنا 45 دقيقة الأولى ما كنتوش في التوب فورما ديالكم، ما كنتوش حاضر، ما خلقتوش بزاف ديال ليزوكازيون، واش الضعف ديال النادي ديما حسن جديد فتره ويسارع لكم امور ديال اللقاء. وحنا بالنسبه لنا جينا لعبنا مباراه عارفين بان ما تكونش سهله لان غتبقى تتلعب على بعض الجزئيات بعض الاخطاء، حاولنا اننا ما نرتكبوش اخطاء في الشوط الاول، وعرفنا بان فريق الدفاع الحسن الجديد ممكن انه من بعد التغييرات اللي ممكن نقوموا بها غتعطينا افضليه، لان عندنا خلينا لاعبين في الاحتياط اللي ممكن يعطيونا افضليه في الشوط الثاني، وداك الشيء اللي وقع تنظن بان اللاعبين البدلاء هما اللي داروا الفرق في المباراه، شفنا جوج ديال الاهداف سجلهم كاميني ويوسف، وبالتالي افضليه كانت عندنا في الشوط الثاني لان اللاعبين اللي دخلنا عطاونا اضافه. اخر سؤال السي احمد، والله من اخر سؤال سي جمال، يعني في فرق ليفربول والفريق اللي يمكن اقل تجربه 16 فرقه في البطوله، وانت جاي من الفريق اللي هو الرجاء ديالو في التجربه ديالو اللي كانت احد المنجزات بالنسبه للجمال، واش كنت كتوقع ان الفريق من فريق اللي كان باقي الفريق الحمد لله هذا ما يمكن الا انه يخليني نكون سعيد، لان الاختيار في الاول كثير من الناس كان تساؤلات كيفاش ممكن انك تمشي بفريق في هذيك الوضعيه، ولكن انا عندي الوفاء، يعني فريق اللي كان واحد الوقت قضيت معاه مواسم رائعه، كان في واحد الوضعيه صعبه، وبالتالي كان مطلوب مني انني نلبي الرغبه ديال المسؤولين في اخراج الفريق من هذيك الوضعيه، الحمد لله تيبان الان بان القرار كان صائب، وهذا ما يزيد الا انه يعطيني قيمه، لان تجربة أخرى، يعني لعبت مع دربت فريق كبير حقت مع الألقاب، دربت منتخب محلي حقت مع الألقاب، دربت منتخب ديال الفتيان كذلك وحقت مع الألقاب، وبالتالي ناخذ فريق في وضعية صعبة ثم أننا نصعدوا في المراتب، فهذا ما يخلي لنا أن التجربة ديالي تكون غنية وتعطيني آفاق مستقبلية إن شاء الله. شكرا كوتش، وكنتمنى لك الحظ. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.